يا اخي البلد كل ما تيجي تتقدم تخبط في كروشكم ترجع تاني. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا اخي. مدير امن الاسماعيليه ينشئ حمله ابنك مزوغ لتجميع طلاب المدارس من المقاهي وتسليمهم لاهاليهم. بنتكلم في مستويين مختلفين جدا. طبعا الناس بتجيب جامعات عالميه وبندور على نظام تعليمي جديد، ووزير التربيه والتعليم بيعمل على انظمه متعدده وتابلتس ونظم جديده وفهم مش حفظ و و و و وللاسف الشديد لسه بنلم تلامذه ثانوي من على القهاوي واماكن البلاي ستيشن. اعتقد ان احنا محتاجين نتكلم بشكل اكبر السادة اولياء الامور. لو مفيش رغبة في التعليم ممكن يكون في بديل، يعني ممكن يكون في بديل، ممكن يكون في صنعة، ممكن على فكرة هي ميول يعني، لكن وممكن حد تاني يجي مكانه، لان احنا محتاجين نستفيد النهاردة بكل مكانه، بكل خطوة بنخطوها. محتاجين كلنا نكون فعلا واقفين مع بعض، ومش عيب يا جماعة. انا بس مش عاوزك تنفعلي قوي كده على اولياء الامور. عاوز اطمنك ان الطلبة اللي مزوغة هم نفسهم ملهمش مكان في المدارس، ولا تخت يقعدوا عليها عشان يسيبوها لغيرهم اساسا يعني. وبالنسبة لموضوع الحرفة اطمني برضو، كده كده هيتعلموها حتى لو استمروا في التعليم، ولا انت فاكرة ان البلد هتعينهم يعني؟ يا ريت برضو السادة مدراء الامن المشكورين بدل ما هم بيجروا ورا العيال في القهاوي يفكروا يعملوا حملة ابنك مريض او ابنك جعان او ابنك بردان، هتكون احسن والله وانسانية اكتر يعني. او مثلا يفكروا يطردوا المجرمين مش العيال. التزويغ من المدرسة مش جريمة بالمناسبة يعني، عشان طفل يلاقي نفسه مقبوض عليه وبيركب البوكس بسببها. اول تعليق من السيسي على مظاهرة الوقود في أوروبا. يا جماعة مش وانتوا بتطرحوا الصورة دي للناس في مصر تقولوا لهم الواقع اللي موجود في الدول دي، يا ترى ثمن الوقود هناك كام، يا ترى الضرائب على الوقود دي هتبقى كام، وقارنوا ده باللي عندنا في مصر عشان تدوا صورة موضوعية. والكلام ده احنا اتكلمنا فيه قبل كده، قلنا الموضوعية والمنطق الحقيقي نقدمه للناس. انت برضو مصمم وقافش انك تحول اليورو لجنيه في سعر لتر البنزين؟ مفيش فايدة يعني. وبعدين هي فرنسا ما فيهاش حاجة تانية خالص نقارن نفسنا بيها الا البنزين؟ مفيش تأمين صحي ولا متوسط دخل ولا تعليم ولا ديمقراطية ولا قانون ولا اي حاجة تانية؟ انتوا ليه محسسين ان فرنسا دي بنزين مش دولة؟ السيسي يطلب من الإعلام المصري مقارنة الحياة الإيجابية في بلاده بأوروبا التي تشهد تظاهرات. واحنا رايحين بقى خلصنا الجولة ورايحين حتة تانية، فبنلف، فاحنا بنلف بنطلع من مدخل فرعي على الطريق الرئيسي، الكلام كله بس معدي كده. فقلت لهم انا شقة دي ست اللي راكبه، فهم قالوا لي يا فندم لا دي يعني طبعا هي زي ما بقول كده لابسه لبس والكوفيه والكده يعني كده المهم يعني. قلت لهم لا طب نستنى. كنت انا بقى كنا سبقناها يعني، فلما جت طبعا هم بقى يعني ما اعرفش كانوا متوقعين ايه يعني لما نزلنا. انما انا طبعا كنت نازل عشان احييها واحيي كل ست من خلالها، كل ست بتجري على بيتها وعلى التعامل الاعلامي مع الاحداث اللي بتتم في اوروبا دون ذكر دول بعينها. ما بحبش دي يا جماعه، مش وانتوا بتطرحوا الصوره دي للناس في مصر. هو انت بعد كل الكذب والتزييف اللي في كل القنوات ده كمان مش عاجبك اللي الاعلام بيعمله في موضوع فرنسا؟ ده مش ناقص الا انهم يقولوا ان مفيش بلد اسمها فرنسا اصلا. وهم ما كانوش يعرفوا انها ست، كانوا فاكرينها راجل، خصوصا ان كل الرجاله بتلبس طرح طبعا زي ما انتوا عارفين. بس ما شاء الله الرئيس لانه ذكي ولماح ومكشوف عنه الحجاب قدر لوحده يعرف انها ست، ودي حاجه عبقريه مستحيل حد غيره كان يقدر يعملها يعني. عمرو اديب يعلق على مداخله الرئيس السيسي مع الاعلامي شريف عامر على ام بي سي مصر. حضراتكم لو تلاحظوا انه المحطات الاجنبيه والاخوانيه والجزيريه وكل حاجه مهتميه بموضوع فرنسا عشان مصر، يعني يتحدثون عن مصر اكتر من فرنسا داخل موضوع فرنسا، والرئيس راصد الكلام ده، شايف المعركة وشايف ازاي بيحاولوا كتير ان هم يعني ينقلوا المعركة الفرنسية في شوارع القاهرة. انا عايز اسأل حضراتكم سؤال واضح، هو مين اللي تقدر تقدره اكتر، اللي يديك من عسرة ولا اللي يديك من سعة؟ يعني هذا المجتمع الفرنسي هو مجتمع غني، هو مجتمع في الجي 20. طب وانت كنت مهتم بفرنسا ليه قبل ما ماكرون يستجيب للمظاهرات ويلغي القرار؟ وكنت مبسوط قوي خلاص لما سمع كلام الشعب بقى كخة دلوقتي وملناش دعوة بفرنسا؟ وفرنسا دي مش كنت بتقول من كام يوم ان متوسط الدخل فيها زي مصر؟ دلوقتي بقت غنية واحنا في عسرة وما ينفعش نتقارن بيها؟ غيرت رأيك ليه؟ ولا حد من الشؤون المعنوية اداك على قفاك وقال لك عمرك عدل؟ بعدين عسرة ايه يا عمرو اللي احنا فيه؟ ده احنا السبب في غنى فرنسا اساسا، ده الرئيس بتاعك شاري منها طيارات
بملايين كانت بتلقحها عندهم في المخازن. ما تقولش كده يا راجل، احنا الحمد لله معانا فلوس بس ما بنحبش نصرفها على الناس عشان ما يستاهلوش، عشان ما بيعرفوش يطيروا زي الرفال. طبعا عمرو اديب بالارقام، الدعم في مصر اكبر من الدعم في فرنسا. ببساطه كل اسره في مصر بتاخد دعم على انابيب البوتاجاز كل شهر 260 جنيه، 3 جنيه يوميا دعما للخبز لكل مواطن، 1000 جنيه متوسط الدعم الشهري للاسره المصريه، مش 100 يورو 1000. واوعى تحول اليورو لجنيه، اوعى تحول اليورو لجنيه. ايوه يا جماعه اوعوا تحولوا اليورو لجنيه في الدخل او الدعم، احنا بنحوله بس في سعر لتر البنزين عشان نقول انه ب 30 جنيه، ده التحويل الوحيد اللي ينفع بالاقتصاد بتاعنا، بطلوا جهل بقى. بس بمناسبه الارقام اللي عملت تقولها عشان تذل الناس بالدعم اللي الدوله بتديه لهم رغم انهم بيدفعوا ضرائب يعني ويستحقوه، ما تقول لنا منتديات الشباب بتتكلف كام، والطيارات الرئاسيه بتتكلف كام، والقصور الرئاسيه بتتكلف كام، واعرف لنا ميزانيه الجيش كام، ولا الحاجات دي مش من فلوس الدوله والسيسي بيعملها من مصروفه مثلا، ولا يكونش بيبيع ذهب مراته. عمرو اديب السترات الصفراء كانت حاضره في زياره الرئيس للعاصمه الاداريه والحديث عن منع تداولها كذب. شوف الصوره اللي متصورها الرئيس في وسط 1000 عامل، كل دول 1000 هو كل دول متفتشين. يقول لك ايه اصل في مصر منعين السترات الصفراء، امبارح العاصمه الاداريه كلها سترات صفراء، اهو الرئيس اهو. في مشاكل في البلد، نعم في غلا في البلد، نعم في حاجات مش عجبانا، نعم لكن في حاجه كويسه، فيها حاجه حلوه. انت فاكر في فرنسا لو الرئيس ماكرون قابل واحده سايقه اوتوبيس هيقول لها الاوتوبيس ده ليكي ولا يقدر؟ قال لها ايه؟ قالت له الاقساط يا رئيس. قال لها خلاص. يا جماعه مش معقول طبعا يكون الناس دول كلهم متفتشين يعني، بطلوا مبالغه بقى، هم تلاقيهم كلهم من حرس السيسي اساسا يعني، ما فهمش ولا عامل. وبعدين موضوع الميكروباص وان ماكرون ما يعملش كده ويقول لست خلاص ده بتاعك، فبعيدا عن ان اكيد الميكروباص باللي كانت ركباه اساسا تلاقيهم عهده في الشؤون المعنويه وبيطلعوا في الافلام اللي زي دي، بس عشان سيادتك واللي زيك يعني. فاساسا المفروض سياده الرئيس يحسن احوال كل الناس ويوفر لهم عيشه كريمه، مش بس اللي بيقابلهم بالصدفه وهو معدي. ده الفرق بين الدول وبين العزب. احمد موسى ينفعل على الهواء ويوجه رساله للمصريين. هو حد يكون دماغه لسعت يعني ويفكر البلد دي؟ لا انا بقول لكم تاني، لا او مليون لا، بلد اقصد مصر يعني، بلد القانون، بلد مش ممكن ابدا تاني ابدا. وانا بقول باعلى صوتي، واللي عايز يفهم رسالتي يفهمها باعلى صوتي. اوعى تفكر يا حبيبي اللي انت عملته وخربته واللي بندفع ثمنه للنهارده انك ممكن حضرتك او انت ولا هو ولا هي. اوعى تفكر اللي عملته وخربت البلد ودمرتها في 28 يناير انك تفكر في لحظه. على فكره قبل الدوله الشعب، الشعب والله الشعب مش حد تاني، والله تاني بحلف على الهوى، الشعب، الشعب هو اللي دفع الثمن. انتوا استفدتوا وقبضتوا فلوس وقبضتوا تمويل نتيجه للخراب اللي عملتوه في البلد، الشعب هو اللي هيحمي بلده في اي وقت. انا بحب الصراحه جدا، هو ده راجل بصمجي قد الدنيا، لا هيعرف يقول ارقام ولا هيعرف يحول اليورو لجنيه. فجاب من الاخر، واحنا لسه هنقنع فيكم؟ هو احنا كده وان كان عاجبكم، واللي دماغه تلسع ويفكر ينزل الشارع هنحط السيخ المحمي في كل فتحات جسمه. بس معلش يا استاذ احمد، شعب مين اللي هيحمي البلد ده؟ امال مين اللي هينزل مظاهرات؟ الجيش ولا ايه؟ احنا عندنا القوات المسلحه اللي بتحمي البلد يا احمد، اتلخبطت ولا ايه يا احمد؟ الشعب بقى يبقى كويس قوي لو عارف يحمي نفسه من الجيش يعني. حبس محامي 15 يوما بتهمه حيازه سترات صفراء. قبضوا على محامي عشان نشر صوره على الفيسبوك وهو لابس ستره صفراء، وده يا جماعه دليل جديد على اننا عايشين في السرايا الصفراء. بس ربنا يستر النظام الجميل ده ما يقبضش الفتره الجايه على الاطفال الرضع اللي بيجي لهم صفراء بعد الولاده. امر اديب، ماكرون لم يعطي الفرنسيين سوى 100 يورو. ادى الناس ايه؟ اولا ادى الناس زياده 100 يورو عشان بس الناس تفهمني صح. ال 100 يورو هناك يعني 100 جنيه هنا، هم مش نفس القيمة. أنا عارف لما نحولهم ما بيطلعوش نفس، إنما هو ما يعادل للمواطن الفرنسي هو ما يعادل للمواطن المصري. إداهم 100 يورو. أنا رأيي إن هو ما إداهمش حاجة، يعني أنا رأيي إنه المسألة كلها صفصفت على ال 100 يورو العمي اللي هو إداهم ماكرون للشعب الفرنسي في الحد الأدنى للأجور. فعلاً، إيه ال 100 يورو دول؟ يعملوا إيه في الزمن؟ وبعدين أساساً إيه الحكام العجيبة اللي بيدوا الشعب فلوس دول؟ إحنا الحمد لله الرئيس عندنا ما بيديناش فلوس، بيدينا حاجات عينيه خوازيق بس، يعني الفلوس مش مضمونه بتروح وبتيجي. بلومبرج، مصر تمنح ايفون مهله شهرين لوقف انتهاك قوانين المنافسه. مصر بتنزل ابل وبتديها مهله شهرين؟ البلد اللي فيها الجيش واخد كل حاجه بالدراع بتتكلم عن الاحتكار وقوانين المنافسه؟ طب بعد شهرين هيحصل ايه؟ هيسرقوا موبايلات الايفون زي ما عملوا في البطاطس ويبيعوها في اقسام الشرطه، ولا الجيش ناوي ينزل بايفون مموه، ولا ايه الحكايه؟ نشأة الديه، لو التزمت الدوله بدراسات الجدوى لما حققنا غير 25% من انجازاتنا الحاليه. قوم الهري بقى في الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي يقول لك ما هو الرئيس بيقول احنا بنشتغل من غير دراسات. يا ايها الجهلاء، يا ايها اقول ايه الحاقدين، يا ايها المغيبين، انا بقول تاني انه ما تحقق في مصر خلال الفتره الماضيه والحاليه من مشروعات تحققت في ربع المده الزمنيه اللي كانت موجوده في الدراسات المقدمه. فاحنا كل شيء بيتم انجازه هناك محاولات حثيثه، هناك خطه
ممنهجة لمحاولة التشكيك وأهالة التراب عليه. اقعدوا انتوا لموا وراه كده كل ما يهرتل وتقولوا كلام غير اللي كان يقصده، وفي الآخر هيطلع ان السيسي اساسا كان مفكر ان جدوى دي اسم واحدة عاملة دراسة. انا هنا المدير، انا مانيش راس كرومبا ولا اقولوا اتنفذ يا حضرات المستشارين. صابر فيه، انا بعترض على 5 مليون جنيه اللي هناخدهم من البنك. كمال اهلك، البنك اشتكالك، مفيش ضمانات كافيه. عائد المشروعات اللي سيادتك اقترحتها لا يمكن يسدد قيمه القرض. انا عملت دراسه جدوى. دراسه ايه؟ انا عرفت منك يا استاذ سلامون انت كل شويه دراسه جودري دراسه جودري. احنا هنشتغل ولا هنطاعه؟ اسعد احنا في غرزه. شوف يا استاذ، العلم حاجه والحياه حاجه. في حاجه عندنا في الحياه بتقول من قرنه ودهن له من دقنه وفتن له. احنا هنلبس طاقه ده لده وهتبقى فله، هنكسب باذن الله. بس ما تقرش انت فيها بدراسة الجودري دي، كل شوية دراسة الجودري دراسة الجودري. نشأة الديه غدا عويس مارست ما يسمى بجهاد النكاح مع أمير داعش في سوريا. الاغتصاب لم يمارسه إلا أولئك الذين شرعوا جهاد النكاح من عفوا لو سمحت لي لو سمحت لي سيد محمد أرجو ألا تمرر ذلك. يعني أنا لدي قصة شخصية مع هذا الموضوع. بتقول لهم أنا ما نتكلمش على جهاد النكاح، اسألني أنا عليه. خلاص ما نتكلمش يا دكتور على جهاد النكاح لأن أنا ليا تجربة، اسألني أنا عليه. دي مارسة جهاد النكاح أو ما يسمى بجهاد النكاح في سوريا بمحض إرادتها، وكانت عايزة تخوض تجربة عشان يعني تحكي عنها بعد كده. إيه رأيكم في الدليل يا جماعة؟ شفتوا الدليل؟ ضيف تابع للنظام السوري بينفي جرائم النظام في حق الشعب السوري ومنها الاغتصاب، وبيروج إن تنظيمات المعارضة للنظام بتشرع جهاد النكاح بالظبط زي ما قالوا في مصر عن الإخوان في ربع. فبتوقفه وتقول له ما تمررش الكلام ده لأن عندي تجربة، والكلام اتقطع. وواضح إنها بتعرض كلامه يعني في وجود جهاد النكاح أصلا، وعاوزة تقول له بطل كذب وتعريس. أهو ده بقى اتحول فجأة لإنها مارست جهاد النكاح. القذارة والنجاسة وصل لأننا بنتهم سيدات بالزنا لمجرد أنهم مختلفين مع النظام المصري في الرأي. ده بقى أعلى درجة من الطعس واسمه نكاح الطعس. وفي الإعلامي بيروح للشؤون المعنوية طواعية عشان تغتصبه. قد إيه عن زيادة الأسعار؟ هو حد يقول الدولة المسؤولة، لازم الكل يساعد. هو مين اللي بيتحكم في الأسعار؟ اوعى تقول للدولة، لأن الدولة إحنا بنقول مفيش تسعيرة جبرية. يعني مش هتلاقي واحد عامل تسعيرة كده والدولة تقول له لأ ده كان زمان. يعني ده عرض وطلب، لكن فيه رقاب، في رقابة على الجودة، في رقابة برضو على الأسعار الفاحشة الموجودة، في رقابة على التخزين، في لكن هي فعالة بنسبة مرضية؟ الإجابة لا. فأنا بقول إنه ضبط الأسواق واجب وفرض، ضبط الأسعار واجب وفرض. مين؟ مش الدولة بس، الدولة والمجتمع، المجتمع اللي بعيه كل فئات المجتمع، لأنه دي مسؤولية مجتمعية. طبعا دولة ملاش علاقة بزيادة الأسعار، لا هي اللي زودت سعر الوقود فتكلفة نقل السلع زادت، ولا هي اللي زودت الجمارك فرفعت الأسعار، ولا هي اللي سايبة الزراعة والصناعة وعمالة تبني في قصور وكباري ولا أي حاجة. وبعدين أساسا علميا الأسعار بترتفع لوحدها كده زي الضغط والسكر في جسم البني آدم. إنما الدولة، هو إحنا عندنا دولة أساسا؟ ملكة الأحلام صوفيا زادة تبشر آنسة بعد رؤيتها البيض الكثير وتأويل معنى الابتسامة. بقول لحضرتك أنا بحلم، حلمت إن أنا في مكان وفي المكان دوت في بيض ياما قوي، وكل ما حفر في التراب يطلع لي بيض. في إيه ياما؟ بيض؟ خطوبة والبيض الكتير بقى اللي البيض. بنات هتخلف بنات؟ زهية بقى بس كلها بنات. ما شاء الله هتجيب بنات كتير يا أسماء. تبديني بنوتة منهم وأنا أختك سلفيني بنوت. أنا بحب البناتجيت. يا رب يعني إن شاء الله. والله تعالى الله أعلم. ما شاء الله، لما تشوف بيض كتير معناها إنها هتجيب بنات كتير. على كده بقى لو البيضة كبيرة شوية معناها إنها هتجيب بنت بسفرين. يا ريت والله تقول لنا بالمرة البنات دول هيطلعوا بدارة ولا شمرت. مغني مهرجان لا، الكليب تربوي ويعلم الأطفال الوطنية. في مدرستك غايب منعملش الواجب ننسى عالمنا شخبط بألمنا. يمكن الكليب هو تربوي وفي توعية أكتر ما هو كليب فني، وأتمنى بجد كل أطفال مصر تشارك فيه وتسمعوا، وكل الأولياء الأمور يسمعوا لأطفالهم. أتمنى أن هم يحسوهم على أن في حاجة اسمها الوطن، وفي حاجة اسمها بلدنا نحافظ عليها، وفي حاجة اسمها أمن وأمان. مش عارف بصراحة الأطفال هتلاقيه من منظومة التعليم والفصول اللي من غير تخت والمناهج اللي تجيب تخلف، ولا من الأستاذ بلبل وفرقة بلبوليتا ومهرجاناتهم التربوية. أنا بقول بدل المجهود الضخم اللي بيتعمل في البلد ده عشان يدمر الأطفال، ما توقدوهم أول ما يتولدوا خلاص بدل الحزب ده. سينرجي تضع قواعد جديدة لدراما رمضان 2019. تامر مرسي المنتج ورئيس مجلس إدارة سينرجي اللي بقت مسؤولة عن الدراما المصرية تحت إشراف المخابرات، عمل اجتماع مع المؤلفين اللي هيكتبوا المسلسلات وادهم الأوامر إن هم ما يكتبوش مشاهد أكشن، وكمان ما يكتبوش مشاهد تتصور برا عشان التكلفة. اوعى تفتكروا إنكم عشان مؤلفين بقى يبقوا هتألفوا مزاجكم يعني. أنا بقول كمان يا ريت يتوصوا هم بيكتبوا بشخصيات ضباط الجيش والشرطة عشان يحموا المسلسلات، أحسن حد من الإرهابيين يحاول يفجر حلقة ولا
حاجه. بصوا انتوا ما تكتبوش حاجه خالص احسن، انتوا تبعتوا الورق فاضي واحنا هنكتبه في الشؤون المعنويه بمعرفتنا. الشيوخ الامريكي يحمل بن سلمان مسؤوليه مقتل خاشقجي. شوف يا اخي والله الشيوخ الامريكان طلعوا اجدع من شيوخ السعوديه اللي بيعاقبوا بن سلمان. ويقال ان تركي آل الشيخ اول ما سمع الخبر اتصل ببن سلمان وقال له والله العظيم ما فيهم ولا شيخ من عيلتي يا سمو الامير. تيكا بحب البوليتيكا، المعلم الذي اثار الجدل بسهل المنهج. ما شاء الله انت كده مش بتسهل المنهج يا فندم، انت بتحزمه. بس عموما طالما الفيديوهات دي انتشرت في الدروس الفتره الاخيره، فيا ريت وزاره التعليم تحاول تتكيف مع الموضوع وتوفر طبله لكل طالب في لجنه الامتحان عشان الايقاع بتاع الماده بس ما يضيعش من الاولاد وهم بيحلوا الامتحان. خبر سار للمصريين، اثيوبيا تؤجل بناء سد النهضه 4 سنوات. اثيوبيا قررت تاجيل سد النهضه 4 سنوات. المشروع تم تأجيله لمشاكل فنية هندسية في السد. هذا خبر جيد وهذا خبر عظيم، لأن هذا المشروع كان بيضغط على مصر. يعني الانتهاء من هذا المشروع في موعده الاصلي كان بيضغط على مصر وعلى الموارد المائيه بتاعت مصر. انا متاكد ان الموضوع ده ما جاش صدفه، اكيد سياده الرئيس السيسي كان له دور فيه. غالبا اثيوبيا لقت ان السيسي مجوعنا فصعدنا عليه وقالت مش معقول هنعطشهم كمان واجلت المشروع. الف شكر لمجهوداتك يا ريس. السيسي ينتقد اوزان المصريين، ببص على حاجات ما تخطرش على بالكم. احنا بنعمل في نفسينا كده ليه؟ اي انسان ماشي في الشارع كده، راجل كان او ست عايز يعرف هو فين، يشوف هو يعني بطنه قد ايه، هيعرف على طول ان هو رايح. انا بكلمكم بجد، ده كلام لازم نعلمه للناس في المدارس وفي الجامعة وفي المساجد وفي الكنائس، لان احنا بنفقد صحتنا. ومش بقى عشان التكلفة المالية، لا لا، كل حاجة ممكن تتدبر الا ان الصحة ما تتدبرش. انا اول ما بخش اي مكان اقعد ابص في حاجات ما تخطر لكمش على بال، قول ايه ده، ايه الناس دي، الناس مش واخده بالها من نفسها ليه؟ غزات قريت يا اخويا يا عجلة نامي دقايا اعوذ بالله ما بنخش من الناس غير القري انا سيشن الفيقة ما تبصوليش بقى الرضية شوف اللي انتفع فيك مبسوط اديني بقيت على الشنطة يشوف بطنه قد ايه؟ يعني هو انت تقعد تنفخ في الشعب ولما بطنه تبقى قدامه تعايره؟ مش مرجله دي والله. وسبحان الله يا اخي، شوف السخافه واللزوجه والوقاحه. السمنه بقت وباء عالمي، والدول اللي بتعاني من المشكله دي انظمتها بتتحمل المسؤوليه لان هي السبب في طريقه ادارتها للاكل اللي شعوبهم بتاكله. انما احنا عندنا سياده الرئيس بمنتهى الوقاحه اللي في الدنيا بيعاير الناس اللي بيعانوا من السمنه اللي هي مرض مش بمزاجهم يعني، اللي كان من شويه بتمنظر على محافظ القاهره بانه فاهم وحافظ ومذاكر كل حاجه، بيتكلم هنا بمنتهى الجهل اللي في الدنيا عشان يرمي المسؤوليه على الشعب ويتملص من جريمه ان النظام هو اللي بقاله عشرات السنين بياكل الشعب الزباله. عموما يا سياده الرئيس، شعب يستاهل، ده شعب نمرود يا راجل، كرشهم قدامهم من اللي قاعدين يضربوا فيه طول النهار، وفي الاخر يشتكوا ان الدنيا غالي ومش لاقين ياكل. بعد كده الكرش يتقاس شهريا، واي حد كرشه اكبر من حد معين يتحرم فورا من الدعم، ونوقف المواصلات العامه والخاصه يوم كل اسبوع وكل الناس تروح شغلها ماشي. الهيئه الهندسيه بقى تتعاقد على 5 مليون عجله بشكل مبدئي، يتم خصم تكاليف استيرادهم من النصيب الدستوري لوزاره الصحه في الموازنه العامه، واجبار عموم المواطنين على شرائها بسعر التكلفة اللي تحدده الهيئة الهندسية. في ذات نفس الوقت يتم تكليف سيادة اللواء العصار بالتفاوض مع الأشقاء الصينيين، وذلك لإنشاء أكبر مصنع عجل في العالم في العاصمة الإدارية الجديدة، والناس يشتروا العجل بالغصب حفاظا على صحتهم. ما مش معقول إنك تضرب المثل وكل شوية مفضيين لك شوارع شرم ومصورينك وإنت منطلق بالعجلة بتاعتك ب 5000 دولار وبعد كده كملوا حياتهم عادي. لازم يستوعبوا الرسائل اللي بتبعتها بسرعة. والكبيرة بقى إنك تفرض ضريبة كربون بأضعاف القيمة اللي اتسببت في مظاهرات السترات الصفراء تشجيعا للناس إن هم يبيعوا عربيتهم ويشتروا عجل من مصنع اللواء العصار، ودي هتكون فرصه ممتازه عشان العالم يشوف النمط الحقيقي للقياده القويه والحازمه مقارنه بالقياده المايعه للعيل الطري بتاع فرنسا اللي اسمه ماكرون ده. السيسي، الاعلام لازم يختار ضيوف واخده بالها من جسمها وصحتها، يعني مش مهم بقى تبقى مثقف او متخصص او ليك علاقه بموضوع البرنامج، المهم تكون رشيق. ليه يعني؟ هو رايح يبقى ضيف في حلقه ولا رايح يلعب جمباز؟ وبعدين بقى في طبيب الفلاسفه ده اللي بيقلب على دكتور تخسيس بعد الظهر. موضوع التخسيس ده فعلا واكل دماغ السيسي من زمان، حتى مع مصر نفسها من ساعه ما جه وهو عمال يشيل جزر منها عشان تخس، ولما
خلص منها بدا يبص على حته المواطنين نفسه. عمرو اديب: انا المذيع الوحيد اللي بكرش والسيسي كان يقصدني انا. الرئيس النهارده وهذا الامر حسيت اني معني بيه. النهارده سياده الرئيس كان بيتكلم عن الناس اللي عندها كرش، وبعدين تحدث عن الاعلام وشكل الاعلام اللي بكرش والضيوف اللي بيجوا في الاعلام. انا قعدت افكر وادور حواليا، اكتشفت ان انا المذيع الوحيد اللي عنده كرش. فانا شعرت النهارده بخجل كبير جدا ان انا، لانه ما لقيتش اي مذيع حواليا في الفضائيات ولا في التلفزيون المصري عنده كرش غيري. ولكن انتوا حضراتكم عارفين ان انا يعني عملت دايت وبتحسن يعني. والله يا عمرو انا ما اعتقدش ان المشكله بالنسبه لك انت بالذات في الدهون اللي في كرشك، انت مشكلتك في الدهون اللي في ضميرك الصراحه. يعني الواحد طول عمره يسمع ان الرؤساء في الدول بيهتموا قوي بهموم الناس، بس احنا الحمد لله الرئيس عندنا بيهتم بدهون الناس. وبعدين فعلا ازاي 11 بليون صحته تعبانه؟ ده رقم مقلق جدا يعني، وبيطرح سؤال مهم: الناس الباقيه بقى سليمه ازاي؟ هم مش عايشين معانا في البلد ولا ايه؟ عموما انا مطمن عليهم، الرئيس عارف خلاص ان هم سلام ومش هيهنالوا بال الا لما يسيبهم في القصر العيني. تعليق السيسي على شرح محافظ القاهره لمخطط الوحدات السكنيه بالقاهره: ما اعرفش انت هتبقى جاهز ترد على الرساله دي ولا لا. صندوق العشوائيات عندك بيجمع كام او في كام فلوس؟ هو سيادتك بالتلاقي عندك انت؟ لا معلش، تعرف وتعرفش. طب هسألك سؤال تاني، السؤال مش هدف انه اي حاجه والله، دخل المحافظه كام؟ المحافظه يا فندم؟ دخلها كام؟ سيادتك يعني صدق وتام بالله؟ لا. انا عارف دخل مصر كام بالحته فندم، احنا مش عايزين. الله، ده شغل، ده شغل. اذا ما كنتش تعرف كل جنيه في محافظتك وازاي تعظمه وازاي تكتره عشان نحل مسائل زي دي، طب انا هقول لك اتعمل لك كام كوبري في الاربع سنين اللي فاتوا. انا ما اقصدش بكده حاجه، لكن اقصد اقول عشان انت هتقعد مع ناس في مواطنين وعايز تتكلم معاهم، فلما تيجي تتكلم معاهم ارجو ان ده ما يحرجكش ولا يحرج اي حد. يعني لازم ابقى انا عارف كل راس من رجليها في كل شيء، واعمل باللي انا عارفه ده سياق اتكلم معاهم بيه. من ضمن مكملات وظيفتنا في ظل ظروف منطقتنا واللي حصل فيها، اللي حصل فيها في 2011 وغضب الناس، انا في تقديري ان جزء كبير منه ان احنا ما كانش عندنا سياق للواقع بتاعنا نتكلم فيه مع الناس. يا اخي ايه كم اللزوجه والزلال؟ انت بتفتتح مشروع ولا جايب الناس تبستفهم على الهوا زي العيال عشان تطلع نفسك انت اللي مذاكر وحافظ بس؟ وقال ايه يرمي لك وسط الكلام ان ثوره يناير كان سببها حيلا ان الناس بس ما كانتش عارفه معلومات كفايه عن البلد، مش ان البلد كانت غرقانه في الفساد والظلم ولا حاجه يعني لا سمح الله. خلاص دلوقتي الهدف الاساسي بقى انك تشكك الناس في عينيها وفي اللي شايفاه وسمعاه بانك تعميهم بالارقام، تخليهم يشكوا في نفسهم بحيث ما ياخدوش بالهم ان القضيه مش قضيه ارقام خالص، القضيه ان الارقام دي معناها ايه؟ تفسيرها ايه؟ قيمتها الحقيقيه ايه؟ وفوق كل ده جدواها ايه؟ صح سيادتك بنيت كباري وطرق وغيره، وعملت تفريع قناه السويس اللي بتدلعوها وتقولوا عليها قناه السويس الجديده، وعملتها في سنه بدل 3 سنين، ده بافتراض انها كانت محتاجه فعلا 3 سنين يعني. يلا ترعى وشغال في العاصمه الاداريه اللي عاوزه تبقى شبه دبي بسرعه. صحيح ارقامك اللي عامينا بيها بتقول كده، بس سعادتك جدوى الكلام ده ايه؟ الفايده اللي عايده عليا انا كمواطن من المليارات اللي بتترمي في المشاريع دي كلها؟ يعني المليارات اللي اتصرفت على العاصمه الجديده دي مش كان اجدى واولى انها تتصرف على حل مشاكل العاصمه الحاليه، مشاكل المواصلات والطرق والصرف الصحي والاسكان والتعليم والصحه؟ ويا ترى ايه جدوى او فايده مضاعفه تكلفه تنفيذ المشاريع عن طريق ضغط مده التنفيذ؟ ما سعادتك عشان تخلص التفريعه في سنه بدل 3 ضاعفت تكلفه. هل كانت سرعة إنجاز التفريعة والعاصمة الإدارية عشان تاخد بيهم شرعية من الناس مستاهلين إنك تجفف السيولة من البنوك وتضرب اقتصاد البلد كله؟ عمرو أديب يعلق على تعثر محافظ القاهرة في الرد على 3 أسئلة وجهها الرئيس السيسي له: هل يستحق الإقالة؟ إحنا عندنا 3 احتمالات في هذا الأمر، علشان أنا شفت في ناس النهاردة مفترية قال لك اللي مش مستعد يستقيل وده لازم يترفض وكده. لا، أنا حابب أكون يعني برضو أتكلم في الموضوع بكثير من العقل. 3 احتمالات: انه الاحتمال الاول ان السيد المحافظ ما عندوش الارقام، الاحتمال الثاني ان السيد المحافظ فوجئ والارقام ما جاتلوش في دماغه، الاحتمال الثالث انه سيادة المحافظ يعرف الارقام بس لانها يعني قليلة فما حبش يقول ارقام صغيرة. امتى يعزل الرجل وامتى يستقيل الرجل؟ والله يا عمرو انا شايف ان في احتمال رابع، ان يكون في رئيس مريض نفسيا وبيطلع عقده على الناس عشان يعوض النقص اللي عنده، بس عموما المهزأ اللي يرضى يشتغل معاه يستاهل التهزيء. بالنسبه بقى للعقاب فانا شايف انه ما يستحقش الاقاله بصراحه، هو كفايه قوي بس انه يقلع الجزمه ويتمد، او رئيس الوزراء يعبطه، او يجي له استدعاء ولي امر عشان بعد كده يبقى يذاكر ويرد على اسئله مفتش الدراسات الاجتماعيه اللي ماسك البلد. السيسي: بندي الناس شقق بعفشها. والله ما حد عمل كده في العالم غيرنا. والله يا رياس، احنا بناخد منهم الاماكن اللي ساكنين فيها ونهدها ونبيع الارض للمستثمرين الخلايجه، وبعد كده بنديهم شقق بعفشها، واول ما يتعثروا في دفع الايجار بنرميهم في الشارع. فعلا ما فيش حد في العالم بيعمل كده والله. وقفات صامته بالشموع داخل كنائس قنا لتأبين مقاول المنيا ونجله. المفروض الضرب هيحصل دلوقتي. ضربه بس ما فيهاش، بس ما نحطها ما
في واحد شايفهم. امين شرطه قتل مواطن مسيحي وابنه بدم بارد، والجريمه تم الطرمخه عليها اعلاميا تماما. الحقيقه كونكم احياء في البلد دي هو مجرد محض مصادفه، يعني عادي جدا ان اي شخص يكون طالع شغله الصبح يقابل امين شرطه، يحصل خلاف وجهات النظر تجاه موضوع معين، سياده امين الشرطه يتعصب، يفقد اعصابه، يطلع سلاحه يقتله ويقتل كل اللي معاه، وكل ده مجرد صدفه. وفي النهايه انت اللي غلطان الصراحه، انت ايه اللي خلاك تعدي جنب سياده الامين حارس الامن والقائم مقام رئيس الجمهوريه في موقعه؟ وزي ما قلنا قبل كده الموضوع في النهايه مجرد صدفه. والحقيقه خلونا نقول بوضوح ان الحفاظ على صوره الساده الامناء كمجموعه من الفسد المجرمين السرسجيه التالين القتله هو من اساسيات حفظ النظام. يعني انت كمواطن صالح عندك عيال عاوز تربيهم، ليه تحتك بناس خطره بالشكل ده؟ يعني ما تحتكش بيهم بالحق وبالباطل. وطبعا يعني حاجات مش لطيفه من نوعيه مظاهرات عند اقسام البوليس او ثورات مش هترددوا في قتلكم، يعني فابعدوا عنهم احسن لكم. وطبعا لازم محدش ينسى ان حفظ النظام لا يستلزم بالضروره انفاذ القانون او معاقبه المخطئ او اعطاء الحقوق لاصحابها. حفظ النظام اساسا هي مهنه تتعلق اساسا بالضبط الاجتماعي، ومن اساسيات عمليات الضبط الاجتماعي تخويف الناس من تحدي الدوله وحراسها الامناء. فحادثه فرديه من وقت للتاني من نوعيه قتل مواطن وابنه على رؤوس الاشهاد وبدم بارد تحقق الهدف ده. حادثه فرديه من وقت للتاني مفيده جدا للنظام. وطبعا انتوا كبار وعارفين ان كل اللي بيتقال عنه حوادث فرديه هو مش حوادث فرديه ولا حاجه، ده الطبيعي والمعتاد، وبديهي برضو انها مش حادثه طائفيه. سياده الامين ما كانش هيتردد لحظه في قتلهم لو كانوا مسلمين، بل ان العمليه كانت هتعدي ببساطه. اب وابنه حاولوا القيام بعمل ارهابي ضد الكنيسه، فقام حارسها الشجاع بالتصدي ليهم وقتلهم بلا رحمه. ارهابيين بقى هنعمل لهم ايه؟ حسني مبارك محكمه اوروبيه ترفض الافراج عن اموال رئيس مصر السابق. لطيف جدا صمت الاعلام الرسمي عن التعليق عن حكم محكمه الاتحاد الاوروبي في لوكسمبورغ. المحكمه حكمت باستمرار تجميد ما يقرب من 500 مليون دولار لمبارك واسرته و20 من افراد نظامه. قرار التجميد هو القرار الثاني من نوعه بعد طعن ابو علاء في قرار التجميد الاول. وقرار تجميد الاموال بطبيعه الحال لا يصدر الا بعد تاكد المحكمه من اكتساب الاموال بطرق فاسده، وده سيادتك يبقى ثاني حكم يدين ابو علاء والاسره الكريمه والاهل والاصدقاء بعد الحكم بادانته في قضيه الاصول الرئاسيه اللي فريد الديب ومحمد حموده داخوا عشان يلاقوا ثغره فيها وما عرفوش. وطبعا دي القضيه الوحيده اللي خرجت سليمه من النيابه العامه برئاسه المستشار طلعت عبد الله اللي كانوا بيقولوا عليه النائب العام الملاكي، خرجت بدون تلاعب. لا حكومه اتكلمت ولا شرحت ايه اللي ممكن تعمله لاستعاده الاموال، ولا الاخوه الاعلاميين بتوع النظام قالوا حاجه. يبدو الله اعلم ان السكريبت لسه ما جاش. الحكم ده يؤكد المره المليون اننا بنتكلم عن حرامي مدان في قضايا فساد مالي، مش بطل حرب ولا زعيم وطني تم التامر عليه من اعداء الوطن في 25 يناير. هم ساكتين ومش عاوزين ينطقوا بكلمه عشان عارفين ان اي حاجه هيقولوها هيكون لها تبعات. يعني هم لو اتدخلوا طلبوا باسترداد الفلوس فده معناه انهم المفروض يقبضوا على مبارك واسرته ويحققوا معاهم في وقائع الفساد اللي ادت لاكتسابهم حوالي 500 مليون دولار. ودي طبعا سكه هتفتح عليهم بلاوي، هتاكد سرديه 25 يناير عن نظام مبارك الفاسد، وهتطرح تساؤلات محرجه عن اللي تواطؤوا معاه بعد جمعه التناحي لاخراجه من كل المصايب اللي كان متورط فيها. طب اذا كانت دي جزء من فلوس مبارك، امال فلوس الباقيين من اركان النظام وكبار قاده الجيش وضعها ايه ومستخبيه فين؟ ولو قالوا لا دي امواله الشخصيه الحلال وملناش دعوه بيها، يبقوا متواطئين معاه علني، وده يخلي الناس تطرح تساؤلات مش لطيفه عن طبيعه المدفوعات اللي بيتحصل عليها موظف عام يشغل منصب رئيس الجمهوريه واللي تتيح ليه ادخار ما قيمته 500 مليون دولار. وتساؤلات من النوعيه دي هتمتد طبعا للساده الوزراء وكبار القاده في المؤسسه العسكريه والاجهزه السياديه. الفكره هنا اننا نسكت احسن، يمكن الموضوع يتحل لوحده. ويا ترى جيشنا العظيم ايه موقفه من الموضوع ده؟ ده طبعا على اساس ان مبارك حاليا ما زال فرد من افراد القوات المسلحه. المغامسي الله نجى ولي العهد السعودي من قضيه خاشقجي بسبب سر بينه وبين ربه، فهو يرسل لي تبرعات وانفقها على الفقراء. نجاه الله عز وجل بامرين، الامر الاول رباطه جعشه، هذا كله لا، وهذا الامر الاول، والامر الثاني؟ والامر الثاني قد يكون ثمه شيء بينه وبين الله. الامير له مجال في الصدقات، وانا اعرف هذا عنه عن قرب منذ اكثر من سنتين او اكثر، ويصلني منه اموال يراد منها الانفاق على الفقراء والمساكين، وكنا في مكتب يعني نتحين الطريقه المثلى في ايصال صدقات الامير للناس. عندما تاتي، ناتي مثال بسيط قريب لكل معنى، عندما تاتي قناه ما وتستاجر احدا من الناس ليقول ما يقول ذما في الامير، اين سيصل هذا القول مع فتى او رجل او كهل او امراه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعو الله في الثلثين الاخير من الليل للامير محمد بن سلمان؟ والله حتى بالاماره اول واحد في قائمه الفقراء اللي ولي العهد بيبعت لهم تبرعات هو دونالد ترامب رئيس امريكا. الراجل غلبان وقاعد في بيت ابيض مش عارف يدهنه اي لون من كتر الفقر. وبمناسبه انه سر بينه وبين ربه، بس انت قلته قدام الناس عادي كده عشان محدش يعرف، نحب
بنقول لك طال سرك انت ولي العهد. السيسي خلال استعراض مشروعات الاسكان الاجتماعي، يا عماد ايه الغساله دي؟ جبت كله كده؟ مطبخ جميع الاجهزه الكهربائيه وادوات الطين. يا عماد ايه الغساله دي؟ ارجع تاني. ايه الغساله دي؟ مغيره فندم. لا جبت كله كده. غسالات فندم عاديه فندم. دكتوره غدا مش عايزه تصرف، مش عايزه تصرف. كانت مش موافقه على مش كده يا دكتوره؟ مش عايزه تصرف على ال... طيب ماشي ماشي يا عماد. معلش بقى يا ريس، احنا لقينا حضرتك ما شاء الله هتبيع الناس هدومهم قريب ومش هيلاقوا حاجه يغسلوها اساسا، فقلنا ملهاش لازمه ونوفر المصاريف احسن ونعمل بالفرق كان كوبري ولا حاجه. جابر القرموطي ان تبحث عن عمل في سن الثالثه والخمسين. جابر القرموطي مستغرب انه مش لاقي شغل في قناه، وبيقول في مقاله ان من ضمن مؤهلاته انه اول واحد جاب خروف في الاستوديو في عيد الاضحى، وجاب حمار في اليوم العالمي للحمار، وعربيه كرو وكشري وفراخ ولحوم وفاكهه، ولبس بطانيه في عز البرد ودخل الثلاجه في عز الحر. معلش بقى يا استاذ جابر، رموك يا عيني وداسوا عليك بعد ما فضلت تتعرص وتتشقلب وتهزق نفسك وتجيب حمير في الاستوديو وتاكل فراخ ميته من بتاعه القوات المسلحه عشان تعجب، بس برضه مفيش فايده. عموما برضه ما تيأس، انت عندك امكانيات ممتازه تنفع تقدم بيها في السيرك او في الموالي، هتبقى كويس قوي. كفايه عليك يعني 53 سنه طيب. فيما عدا ذلك بقى كل شيء في مصر على وضعه. يلا يا حبيبي قوم الساعه 3. يا اما الساعه 3 الساعه 12. يا اما اصحى دلوقتي اعمل ايه؟ يا اخويا يا اما حول بيت يا اما وقفت عليا. اه وقفت عليك ده كسو قطر النوم يجيب لنا الفقر. يا اما النهارده اجازه. يا اما يا اما طب طفي المكتب. يا اما البيت وقع. البيت وقع. بصي الحاجه وقعت. وقعت من فقري ليه؟ يلا عايزه نفضي السرير. تلفظ السرير دلوقتي. اه يلا يلا الشيطان بيبقى نايم على السرير. الشيطان ما حدش نام جنبي، اما انام لوحدي. للمزيد من الطاقه الايجابيه المحفزه على الهجره، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان يوصلكم اشعار بالحلقات الجديده، ونتمنى تدعموا البرنامج بنشر الطاقه الايجابيه دي من خلال اللايك والشير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.